حياكم الله جميعاً على بلاير ون. في هذا المقطع راح استعرض لكم طريقة اللعب لريميك ديمون سولز على بلايستيشن 5. ولأني لاحظت في المقطع الأخير اللي نزلت فيه ملخص للتجربة أكثر من أنه مقطع مطول، بعض التعليقات اللي طلبت أنه ننزل تجربة بطريقة لعب مطولة، فهذا الشيء اللي راح نسويه في هذا الفيديو. وحبيت اني ابدأ معاكم المقطع من الشاشة الخارجية عشان تكون استعراض ايضا لسرعة البدء في اللعب. فالان دخلت continue، ما حنتجاوز الثلاثة اربع ثواني ما شاء الله، ونكون في النكسس. طيب، اول شيء اوضحه لكم عن ريميك ديمون سولز انه هذه المنطقة المعروفة بالنكسس هي مقرك الرئيسي، فمن خلال الاخت الفاضلة اللي هنا نقدر نطور قدراتنا، نستبدل الأرواح اللي جمعناها في العالم بتطوير للقدرات الخاصة فيك. تختلف طبعا من، خلينا نشوفها من عندها أفضل. أوكي، الأشياء اللي تقدر تطورها إما الحياة أو الذكاء أو اللياقة، القوة، الرشاقة، السحر، الإيمان والحظ. عن نفسي، بما أني مركز على بيلد خاص بالساحر، فالتركيز يكون على الذكاء، العمر، والماجيك، او البعض يفضل الفيث، لكن انا بما اني هجومي اكثر فمركز على قوة السحر. الفيث له علاقة بشيء اسمه معجزات، وتكون غالبا قدرات سحرية لها علاقة بالعلاج ولها علاقة بالهيلينج والدفاع بصفة عامة. فهذا وضعي لحد الان في ليفل 32. الخريطة اللي ناوي نشوفها مع بعض اليوم هي شراين اوف ستورمز، فهذه الجزيرة اللي راح نستكشفها. صحيح، للي بيتساءل ليش ما نزلت الان اي شيء عن سبايدر مان مايلز موراليس، فيما يخص هذا الموضوع انه سبايدر مان مايلز موراليس لحد الان لعبتها 4-5 ساعات ومرتين تطفي علي. امس اخر مرة اضطريت اعيد ضبط المصنع للجهاز، وبعد ما بحثت في الموضوع لاحظت انه الكثير بتواجههم مشكلة مع سبايدر مان بتخلي الجهاز يطفي او يعيد تشغيله ويخش في وضع السكون، فقررت اني اتفاداها اليومين هذه لين ما ينزل تحديث. اما بالنسبة لمقاطع تجارب العاب اخرى، اذا عجبكم مقطع ريميك ديمون سولز ممكن نستكشف اكثر منها في الايام الجاية، بالاضافة لاساسن كريد ان شاء الله بتكون في الطريق. هذا طبعا غير مراجعة مفصلة ريميك ديمون سولز، واي لعبة انهيها راح يكون في لها مراجعة مفصلة. ايش المعلومات الاخرى اللي احب اقول لكم هي قبل ما نبدا؟ ايوه، مختار طبعا طول ال 60 اطار، لان مثل ما ذكرت في فيديو ملخص السرعه انه في لعبه مثل العاب فروم سوفت وير هو المهم. بدا الهجوم. هذا الاخ هذا مشكلته انه هجومي جدا، وانا القصف عن بعد يحتاج وقت. عموما يا جماعة، اللعبة بصريا مثل ما ذكرت حاجة فخمة، فعلا فخمة. يا سلام، بلو بوينت ابدعوا. انا اشوف هذا الشيء الاستوديو ما يسوي العاب جديدة، يستلم طابور مطول. ياهو، هذا شوية يستلم طابور مطول من العاب البلاي ستيشن 1 و 2 ويقعد يشتغل على ريميكات. البعض اشتكى انهم حافظوا بالضبط على طريقة اللعب حق ديمون سولز اللي كان فيها بعض المشاكل احيانا في بعض الزعماء، مثلا دراجون جود مشكلته الرئيسية الكاميرا مش صعوبته. الشيء هذا موجود ايضا في الريميك، لكن انا متفاهم انهم يبغوا يحترموا اللعبة الاصلية، والناس اللي حبوا اللعبة الاصلية واللي كانت سبب انه العاب السولز وصلت لما هي عليه اليوم. بالنسبة للي يقولوا انها العاب صعبة ويعني صعوبتها تخليه ما يبغى يستكشفها، احب اقول لك ان الصعوبة هذه لما تتجاوزها وتتعود عليها راح تدمنها. فعلا فعلا راح تكون ادمان، خصوصا انه القصة اللي تنحكي في عوالم السولز تكون دائما جميلة ويبغى لها وقت. وصراحة كل الألعاب في الزمن هذا أصبحت
توتوريال بالإضافة. يا الله من وين جاي يا ساتر. أوكي مثل ما كنت أقول ألعاب كثيرة الزمن هذا عيبها بالنسبة لي إنها يعني حوالي ربع اللعبة يروحوا هم يعلموني إيش المفروض أسوي، وفي أغلب الوقت تكون أشياء جدا واضحة وبسيطة يعني. فجميل يكون في لعبة ترميك وتشوف أنت إيش تسوي، تصرف تعلم. أوكي أنا الظاهر غلطنا غلطة كبيرة إنه ما اشترينا اللي يعبي السحر. نعم. فبالتالي حنضطر نتوقف عن استخدام السحر وهذه حتكون مشكلة عويصة. إلا لو لقينا هنا. الآن خلص السحر العداد الأزرق اللي فوق على اليسار، هذا خاص بالمانا وما يتعبى إلا بشيء اسمه فريش سبايس أو بهارات ماني عارف. المهم هذا فريش سبايس إما تلاقيها في العالم أو تلاقيها عند التجار. وطريقة يا ساتر أنا ما هقدر أعدي المكان ده بدون ال طريقة إيجاد الأغراض في العالم. مثلا كل خريطة الأعداء يطيحوا نوع معين من الأدوات. مثلا يا ساتر شوف هذه الوحوش الطائرة اللي قلنا عليها لما شرحت لكم، ما أعرف إذا أقدر أقتلها ولا لا، لكن عموما من يوم ما تسمع صوت الصرخة لابد إنك تتفادى كل شيء بيحصل. طيب طيب يا جماعة بالأرواح اللي جمعناها راح أضطر إني أرجع. أفخاخ 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 في كل مكان. الظاهر إني راح أضطر أرجع أشتري فريش سبايس لأنه الوضع لكم عليه. بس على الاقل قبل ما اضطر اني ارجع خليني احاول نستكشف اكبر جزء ممكن من المنطقة عشان لما نرجع نكون عارفين مين مستنينا وين. اتمنى الصوت يكون مضبوط لانه بصراحة اول مرة اسجل بهذه الطريقة. اوه هذا ايش فخ. اوكي نتمنى الصوت انه يكون مضبوط معاكم انه اول مرة اسجل بهذه الطريقة. اوكي ممتاز مفتاح عادة مفتاح بس ما اتوقع حيدونا طريق مختصر الان. الخريطة غالبا تكون جدا متاهة بشكل مختلف، كل عالم اللي انفاق واللي حصون واللي دروع واللي لكن بعد ما تحفظ الخرائط وتفك الطرق المختصرة تبدأ تسهل العملية شوية شوية مهما كان. اي مكان تروحه لاول مرة حاول انك تكون جدا تاخذ وقتك ولا تستعجل الين ما تحفظ الخريطة وفين كل عدو انواعهم. مثلا هذا الكلب على حظنا الجميل لقينا باب سري، اشياء موجودة كثير في اللعبة. وهنا تبدأ المتاهة يعني مثلا نلاحظ انا من فين جيت ومن وين رحت، لاني اول مرة اجي هنا ما عدت بالضبط عارف الين ما اموت 20 مرة ونعرف. في صوت احد صوت اثنين هذا الحذر اللي كنت بحكيكم عليه. هذا الحذر مثل ما انتم شايفين راح نرجع من بداية الخريطة.
طيب بما انه الجزيرة اللي كنا فيها زي ما انتم شايفين رحنا يمين انهتنا ورحنا يسار برضو انهتنا. قلت اوريكم زعيم انا واصل عنده وننهي الفيديو بقتال لاحد الزعماء، لانه الظاهر موضوع اني الاقي الزعيم حق الجزيرة اللي كنا فيها مطول، وودي انهي المقطع باستعراض لقتال لاحد الزعماء، وقتال لا زعيم يعني من الزعماء المميزين في اللعبة. فانا حافظ اي لا حافظ لسه بنقول انا حافظ هو فين، انا حافظ هو فين، فانا اعرف له الان. طبعا لما تحفظ الطريق مو لازم كل مرة ترجع تقتل الاعداء، بكل بساطة تتفاداهم. زي ما حتشوفوا انا طبعا دخلت لهذا الزعيم قبل كذا مو اول مرة، يمكن 4 أو 5 محاولات للان، ففاهم جزء كبير من تحركاته وفاهم الطريق اللي يوصلنا اصلا ليه، بالرغم من اني شوف هذا يبغى يرجع. هي الاصوات هذه دائما توتر. بالرغم من اني متذكر او بالرغم من اني جيت هنا 20 مرة يمكن، الى اني ما زلت اضيع لازم فين انط، لانه اذا جبت النطة الغلط راح تكون النهاية. يا ساتر. طيب بعد دقائق مستمرة من الهبوط الحر في الانفاق اللي شفتوها وصلنا الان للفليم لوركر. هذا الزعيم ضروري جدا جدا انك لما توصل له انك تحصن نفسك من النار. طيب كويس انه الاخ مقدرنا ومحترمكم ومخليني اجهز نفسي لاني نسيت. ايوه اوكي يلا. مثل ما ذكرت تقريبا الضرر الاكبر يجي من ضرباته لما يستخدم النار، فانت حاول قد ما تقدر. اذا انك في كلاس الساحر وخر، ومثل ما انا بسوي حاول تضربه ضربات من بعيد. اما اذا انك تستخدم السيوف والاسلحه قريبه المدى فضروري جدا انك تكون مدرع ضد النار، لانه انا حاليا لما باخذ الدامج ما بيجيني الضرر اللي ينهيني. لما جيته في المرات اللي فاتت كان يمكن من ضربه ضربتين انحرق من النار اللي في الارض وانتهي على طول، لكن بعد ما فهمت انه يحتاج النار فعندي تعويذه ضد النار وخاتم واللبس ايضا يساعدني ضد الماجيك ضد تاثيرات السحر. عشان كذا ماني قاعد اخسر كثير من العمر لما يضربني. الشيء الثاني اللي جدا جدا مهم لما تلعب ضد اي زعيم في سلسله السولز او اي لعبه من العاب فروم سوفت وير عموما، انك لا تستعجل. حتى لو حسيت انه باقي له ضربه او ضربتين خذ وقتك، استمر على نفس التكتيك اللي عيشك لحد الان. ايوه خلاص خلصنا خلصنا خلصنا. يديها ايش وضعية الشكر، وقدرنا نخلص الفيديو بقتال زعيم مثل ما قلنا. طيب اتمنى يكون عجبكم المقطع وعجبتكم طريقة العرض العفوية والارتجالية، واذكرونا في التعليقات للضرورة جدا، اذكرونا في التعليقات اي طريقة عرض عجبتكم لموضوع تجارب الالعاب. هل تحبوها بشكل ملخص وسريع، ولا مثل ما شفنا في هذا الفيديو بشكل مطول لمهمة او مهمتين او مرحلة ضد قتال زعيم؟ يعني احاول انوع في المقطع بس يكون بشكل مفصل ومطول اكثر. اما الختام فسواء كان مقطع تجربة او غيره يكون بالعادة المعتادة، وهي شكركم على المشاهدة.